أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. الله الله يا رب العالمين. الله الله يا حرز المؤمنين. الله الله يا باب الخائفين. يا نور التائهين. يا عز الصابرين. يا نور التائهين. يا عز الصابرين. يا نور المتقين ومغيث الشاكرين وحبيب الصادقين. يا خير المحسنين. يا نور
المتقين ومغيث الشاكرين وحبيب الصادقين يا خير المحسنين يا خير المحسنين. لك الحمد لك المجد إلهي، لك الأمر لك الشكر إلهي، لك النور لك الفضل إلهي، لك العذر لك العز إلهي، لك الحمد لك المجد إلهي، لك الأمر لك الشكر إلهي، لك النور لك الفضل إلهي، لك العذر لك العز إلهي، لك العذر لك العز إلهي. يا نور المتقين ومغيث الشاكرين وحبيب الصادقين يا خير المحسنين. يا نور المتقين ومغيث الشاكرين وحبيب الصادقين يا خير المحسنين يا خير المحسنين. يا عزيزا لا يضار، يا لطيفا لا يرى، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضر، يا رب يا رب يا الله يا الله. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل
جليل يا أعز من كل عزيز. سبحانك 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 يا لا إله إلا أنت الغوف الغوف. خلصنا من النار يا رب. همه از خدایی به سوی خدا بروی. ربنا لا تزغ قلوبنا. ربنا
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي 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 لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلابي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي إن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامات أرتع، إلهي 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 إلهي. خدایا سزاوار حمد و ثنایی تو، آن صاحب مجد و جود و سخایی، مبارک عطا بخشی و دستگیری ز هر کس که خواهی عطایت بگیری. الهی خدایا گواهی بر احوال زارم، فقیری پریشان متاعی ندارم، دلم سرخوش از گفتن راز پنهان به تو ای سمیع مناجات انسان، به تو ای سمیع مناجات انسان. الهی توی آفریننده من، پناه و نگهبان جا
فقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي إلهي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيهم بتقوى القلوب. يا مغينا أثرات المذنبين. تو عزیزی، تو
المؤمنين تو مجید تو ودودی تو مبدعی تو معید تو حبیبی تو خالقی تو مجید تو حسیبی تو رازقی تو رقی تو جمیلی تو بارقی تو جمیل تو وکیلی تو صاحبی تو جفی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا ولا تحصى له آلاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدئ يا معيد يا مبيد يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا قديم يا علي يا عظيم يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم
يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له صاحبا ولا كان معه وزير ولا اتخذ معه مشيرا ولا احتاج إلى ظهير ولا كان معه من إله غيره لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا يا علي يا شامخ يا باذخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوته هارب يا تواب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيثما دعيا أجاب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا ويت يا فرد يا أبد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا من على فقهار يا من ملك فقدار يا من بطن فخبر يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تحويه الفكار يا من لا يدركه بصار ولا يخفى عليه أثار يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغله شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا محيي الأموات يا جامع الشتات يا مطلعا على النيات يا راد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تضجره المسألات ولا تخشاه الظلمات يا نور الأرض والسماوات يا سابغ النعم يا دافع النقم يا بارئ النسب يا جامع الأمم يا شافي السقم يا خالق النور والظلم يا ذا الجود والكرم
يا من لا يطأ عرشه قدام، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا ظهر اللاجين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، يا غاية الطالبين، يا صاحب كل غريب، يا مؤنس كل وحيد، يا ملجأ كل طريد، يا مأوى كل شريد، يا حافظ كل ضالة، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكسير، يا فاك كل أسير، يا مغني البائس الفقير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من له التدبير والتقدير، يا من العسير عليه سهل يسير، يا من لا يحتاج إلى تفسير، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو بكل شيء خبير، يا من هو بكل شيء بصير، يا مرسل الرياح، يا فالق الإصباح، يا باعث الأرواح، يا ذا الجود والسماح، يا من بيده كل مفتاح، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا محيا كل نفس بعد الموت، يا عدتي في شدتي، يا حافظي في غربتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا ولي في نعمتي، يا كهفي حين تعيني المذاهب وتسلمني الأقارب ويخذلني كل صاحب، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كهف من لا كهف له، يا كنز من لا كنز له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق، واكفني شر ما لا أطيق، وأعني على ما أطيق، يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا غافر ذنب داود، يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود، يا مجيب ندائي يونس في الظلمات، يا مصطفي موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته، يا من نجى نوحا من الغرق، يا من أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلما وأطغى، والمؤتفكة أهوى، يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب، يا من اتخذ إبراهيم خليلا، يا من اتخذ موسى كليما، يا من اتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا، يا مؤتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة،
يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، يا من ربط على قلب أم موسى وأحصن فرج مريم ابنة عمران، يا من حصن يحيى بن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب، يا من بشر زكريا بيحيى، يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فحتمت له على الإجابة، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك، وبما لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحار ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي، يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. Thank you.